بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحرب الفكرية على المسلمين من تقريبا وممكن أكثر من 300 سنة يا جماعة. الغرب من ساعة ما سيطر علينا من حوالي 200 سنة أو كده، وهو بيدمر في محتوانا الثقافي، وأهم حاجة بيدمرها عندنا الدين، لأن الدين هو اللي بيدي دفعة للشباب إن هو يقاوم. هو عايز يفكك المجتمع. ليه عايز يفكك المجتمع؟ عشان لما يجي جيش يحاربك كله يهرب، والشباب يسيبوا كبار السن ويهربوا. وفي الحقيقة هو الشباب حتى لو هرب مش هينجو، يعني هو لو وقف يا إما ينتصر يا إما يموت بكرامة، ولكن لو هرب هيموت بخزي وعار بدون شك، ويمكن ما ينعموش عليه بالموت والقتل كمان. أمال هيعملوا فيه إيه؟ ده هم هيمسكوه يستعبدوه ويلبسوه جندي ويخلوه يقاتل الذين يلونهم، يعني قاتل المملكة اللي بعديها، وهيموت بهذا الشكل ويموت غريب ويموت متنيل عليه وعلى عينه بستين نيلة. ده اللي حصل على فكرة، أو جزء من دوت شكله حصل مع الحملة الفرنسية على مصر. الموضوع ده على فكرة مش من النهاردة، ده السلطان سليم الثالث كان تحت الإقامة الجبرية. مين اللي عزلوا؟ اللي عزلوا الإنكشارية. طب الإنكشارية دول ما كان ليهم فتوحات وكان ليهم دور عظيم جدا في الإسلام وفي الانتصارات وكده، إيه اللي خلى الإنكشارية انقلبوا بهذا الشكل؟ هناك من سمم أفكارهم، يعني قال لهم أنتوا الوقت القوة وأنتوا أصحاب القوة وأصحاب النفوذ، إيه اللي يخليكم تسمعوا كلام السلطان؟ وواضح إن هو كمان مش أيام السلطان سليم الثالث، يعني 1800 وكده، واضح ان هي من قبل، لان الانكشارية كانوا مسيطرين على مفاصل الدولة العثمانية فترة طويلة، وسيطرتهم ديت خلتهم ان هم يحطوا السلطان ده يعني طرطور. عزلوا سليم الثالث وعينوا مصطفى الرابع، لكن غلطوا غلطة عمرهم. في ايه هي غلطة عمرهم؟ ان هم خلوا واحد اسمه محمود الثاني اللي هو اصبح سلطان بعد كده، خلوه يتردد على السلطان سليم الثالث. وهنا حصل موضوع تواصل خبرات بين الاجيال، الجزء اللي احنا يعني فقدينه. الناس بتعتبر الشيخ حازم ابو اسماعيل عبقري، وطبعا انا اشهد للرجل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يفك اسره، لكن في الحقيقة يا جماعة الشيخ حازم هو بيتكلم اكبر من سنه بكتير، لانه واخد خبرات ابوه كلها، يعني تواصل اجيال. فحصل تواصل بين الشيخ صلاح ابو اسماعيل وبين ابن حازم، انتج لك هذه الشخصية الرائعة. حصل تواصل بين السلطان سليم الثالث وبين محمود الثاني اللي هو اصبح سلطان بعد كده، فانتج محمود الثاني اللي هو راح عمل ايه بقى؟ تولى الحكم. وبعد ما تولى الحكم فضل ان هو يساير الانكشارية ويعمل ان هو يعني معاهم وكده، لحد ما كون قوات وكون نفسه، وبعدين اعلن العداء للانكشارية، وبعدين قضى على الانكشارية تماما. طبعا عمل رائع جدا للسلطان محمود الثاني، لكنه وقع في غلطة كبيرة برضه. هناك من سمم افكاره بدون شك. ايه هي الغلطة الكبيرة اللي وقع فيها؟ ان هو بدأ يقول لك خلاص الانكشارية دول حصل والجيش اتمرد وكده، انا عايز اعمل يعني جيش نظامي على الطراز الاوروبي وكده. فبدأ موضوع التغريب. يعني ايه التغريب؟ يعني يبدأ ان هو يستورد ثقافات من الغرب ويحطها عندنا بدل الثقافات الاسلامية. فبدل ما هو يرجع الى نهج الصحابة والى نهج السلاطين العثمانيين الكبار مثل السلطان القانوني وكده، ومحمد الفاتح وغيرهم، مسلم الأول وغيرهم، بدل ما يرجع إلى نهج هؤلاء أو إلى نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ إن هو يأخذ التحديث من الغرب. طبعا الغرب ما بعمره ما هيديله تحديث وعمره ما هيديله حاجة نفعة، الغرب ما بيعملش الحاجات كده. أنا جبت لك النبذة التاريخية ديت عشان تعرف إيه اللي بيحصل. مش عايز بقى اقعد اكلمك كمان عن عبد الرحمن الكواكبي وعن رفاعة الطهطاوي وعن محمد عبده وعن طه حسين، وكل دول صناعة غربية من طراز خبيث للغاية، برضو المغزى منها الحرب الفكرية. وفي تخاريف كتير في الاعلام كمان. انت عندك مثلا مسلسل لا اله الا الله، ده اللي كتبه واحد نصراني، بينما هو تم عرضه على انه اعتقد من تأليف امين الصاوي او كده. انا اتصدمت في الموضوع دوت. ومش كده وبس، المسلسل كمان محمد رسول الله، يعني فيه مسلسلين، واحد اسمه لا اله الا الله والتاني اسمه، المسلسل التاني اسمه محمد رسول الله، الاتنين من تأليف النصراني اللي مات دوت.
والاثنين واحد نسب إلى أمين الصاوي والثاني نسب إلى عبد الحميد جود الصحار. وأنا هقول لك لا ده هو المؤلف ولا ده هو المؤلف ولا النصراني نفسه هو المؤلف، هذا تأليف الاستشراق وتأليف المستشرقين، هذه الحرب الفكرية اللي الغرب بيسوقها علينا وبيسوق موضوع التعايش ومش التعايش. أرجع للقصة وأقول فين هم هيئة كبار الصحراء في السعودية؟ مش موجودين وعندهم أوامر إن هم يخرصوا. طب فين هم قرود الأزهر؟ مش موجودين وعندهم أوامر إن هم يخلصوا. طب هم فين العلماء اللي هي العلماء الاتحاد العالمي العلماء المسلمين؟ مش موجودين وعندهم أوامر إن هم يخلصوا. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.